واجه النقيب محمد زيان رئيس الحزب المغربي الحر انتقادات لادعة لعزيز أخموش رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بسبب تهكمه وتهديده بإعادة تربية المغاربة. وقال زيان في تصريح صحفي: تصريحات أخموش ذكرتني بأبيات لعبد الرحمن المجدوب الذي قال فيها: دارت ليام وعطات للمالين مصادفة، الحمير تتبورد والخير واقفة، وفق تعبيره. وأضاف زيان أن رئيس التجمع الوطني للأحرار عطاه الله باش يتبورد على المغاربة، فهو أكبر أمي على وجه الكرة الأرضية، والمغاربة يعتبرونه اختلس أموالا عمومية ضخمة، وإذا كان المغاربة مخطئون عليه أن يبرئ نفسه، لأنه يبرئ حتى يثبت العكس، لكن المغاربة يقولون أن ما قام به بأكبر اختلاسات في المغرب وفق حديثه. ودعا زيان السلطات المختصة إلى القيام ببحث في هذه الاتهامات والتدقيق فيها، مؤكدا على أن أخموش ليس هو الذي يعطي دروسا للمغاربة في التربية، ويجب أن يتواضع وأن يحترم الشعب المغربي. ويشار إلى أن أخموش تهكم على المغاربة وتوعدهم في لقاء نظمه حزبه السبت الماضي بمدينة ميلانو الإيطالية، إذ قال: باش نكونوا واضحين، راه ما كاينش مزايدات، اللي حسابه يجي يدير القذف ويسب المؤسسات راه ما عندوش بلاصه في البلاد، اللي بغى بلادنا خاصو يحترم الشعار الله الوطن الملك والمؤسسات والديمقراطيه، ماشي بالقذف باش غادي يزيدوا للامام. قبل ان ينتقل الى وعيده وتطوله على اخلاق المغاربه قائلا: سمحوا لي، ماشي غير العداله اللي دير خدمتها، لان واحد سب المغاربه حتى هما خاصهم يديروا خدمتهم، المغاربه اللي ناقصهم التربيه نعاودوا التربيه ديالو. كما استغل أخموش مداخلته لمهاجمه منتقدي برنامج 100 يوم ومدينه الذي اجمعوا على استغلاله من قبل الحزب، قائلا: مع الاسف بعض السياسيين ضعاف وسطحيين، وعوض ابتكار مبادرات مماثله يوهمون الراي العام بان نجاح البرنامج مرتبط بتمويل وجبات الغذاء، وهذا كله بهتان، إذ أن الموائد المستديرة مخصصة للنقاش، وهذه إهانة في حق كل مواطن شارك في البرنامج، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته في ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.